دولة العواجيز اللي بتحكمنا، العواجيز من كل اتجاهات بالمناسبة، أنا عجوز أنا كمان، دولة العواجيز اللي بتحكمنا لا تعرف إلا تزوير إرادة البشر وقمع البشر وتعذيبهم. حضراتكم لو طلعتم حديث مع أحد المستشارين الأجلاء ووزير الآن أستاذ أمين المهدي عندما تحدث عن حجية قرارات الإحالة للجنايات كسند لإعلان الحكومة اعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، هالني التصريح، صدمت صدمة شديدة يا سيدي يا مهدي، في حاجة في حقوق الإنسان اسمها قرينة البراءة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في إيه؟ في محكمة منصفة نهائية مش أول درجة، يعني حكم ضد حرار اسكندرية أو الطلبة في الأزهر ليس عنوان الحقيقة وفقا للقانون المصري، ده درجة تقاضي ابتدائية ممكن أن يلغى الحكم. قرار الإحالة في أي جنحة أو جناية، أنا آسف، في أي جناية لا قيمة له إلا في حاجتين اتنين، ما لهوش أي حجية قضائية عكس اللي بيقوله المستشار الجليل. واحد، إن إحنا المتهمين اللي ورد أسمائهم في قرار الإحالة هيتم محاكمتهم. اتنين، التهم هي المدونة في قرار الإحالة وفقط، لا قيمة له في الإدانة على الإطلاق. قبلها بيومين في الشروق عاملين تغطية على ما حدث في المنصورة، وصرح لحسن الحظ يعني المصدر القضائي ده مش مذكور اسمه، وقال إن قبض البوليس على البني آدمين دولت لمدة طويلة لا يعد مخالفة للقانون، لأن القانون يمنح أجهزة الأمن الحق في الاعتقال والاحتفاظ بالبشر طالما متهمين في قضايا الإرهاب. أنت كاذب يا مصدر قضائي. مصدر قضائي ده بيقول كلام مش موجود أصلا في القانون المصري، قد يكون جاهلا أيضا هذا المصدر القضائي. في 3/6/2013 و7/6/2013 ألغت المحكمة الدستورية حق وزير الداخلية في اعتقال المواطنين المصريين طبقا لقانون الطوارئ وتفتيش أشخاصهم وأماكنهم. كون هو بقى المصدر القضائي يقول دول من حقهم، دي كارثة. النقطة الثالثة، الرئيس المؤقت تم الإشادة به في أكثر من صحيفة حول اقتراحه في أحد جلسات الحوار إن هو بيفكر إن هو يحصن البرلمان القادم لدورة واحدة، فاعترض من اعترض من السياسيين، فعدل عدل منصور عن اقتراحه وتم الإشادة باقتراح عدل منصور. الكارثة الكبرى إن الثلاث تصريح اللي بتقولكم عليهم دول الورقة كانوا بعد الورقة ما اتكتبت، هو بالضبط يبين خطورة القضاء مودينا فين. دي عقليات قضائية، يعني إذا كان البرادعي أو حمدين صباحي أو عمرو موسى أي قيادة سياسية اقترح هذا الاقتراح قد يكون مقبولا منه. قاضي محكمة دستورية يقترح إن حصل الانتخابات الجاية عشان ما حدش يطن عليها، دي كارثة. دي معناها إن يا سيدي المستشار الجليل عندما أصبحت عضوا في السلطة التنفيذية عقليتك القضائية والقانونية اتبخرت في الهواء، بقت مش موجودة، بقت باح. دي كارثة يا إخوانا، انتوا واخديننا على فين أصلا؟ طب بلاش، يمكن أنا بغالي متغاظ عشان ابني مقبوض عليه. طب ما تيجوا نبص كده في الناس اللي بيتقبض عليهم ويتحقق معاهم. خلينا ناخد أقرب حاجة في الذاكرة، من 3 أيام في معسكر دار السلام بتاع الأمن المركزي كان في تحقيق مع مجموعة من الشباب المقبوض عليهم في مظاهرات دعم الشرعية. 10 محققين من النيابة بيحققوا في صالة
كبيرة وراء كل محقق في عسكري بيحرسه وبيحميه، والمتهمين والمحامين أمام الحاضر أمام المحقق، وفي ضباط جوه غرفة التحقيق بيصوروا المتهمين، وكان منهم فتاة محجبة فبيرفع أو منقبة فبيرفع النقاب بتاعها عشان ياخد صورة لها. إحنا أذاعة مسرحية مش تحقيق يا إخوانا. التحقيق ركن جوهري فيه السرية. السرية إزاي بقى وعندي عسكري ورا مني وظابط جوه القاعة؟ ده اسمه تهريج مش تحقيق. وتخيلوا إن التحقيق ده هيروح محكمة، وتخيلوا إن التحقيق ده هيتبني عليه أحكام إدانة وهتحبس البني آدمين. بلاش الشباب وهم بيتحاكموا أحمد ماهر أو غيرهم في معهد أمناء الشرطة أو في أكاديمية مبارك، لما يتحكم البوليس في من يدخل إلى قاعة المحكمة، أنا نسفت ركن العلنية. التقاضي في مصر ركن جوهري في غالبية أنواع التقاضي باستثناء نوع واحد، العلنية ركن جوهري. النوع اللي هو مش علنية شرط هي الأحوال الشخصية، وما عدا ذلك التقاضي ركن العلنية ركن جوهري فيه. لما أنا بقرر إن محكمة تنتقل من سجن لسجن عشان تنظر استئناف الشباب في الحبس، أو إنها تروح لمركز أو معسكر أمن مركزي، طبعا عشان أبقى منصف مع حضراتكم، ده مش أول مرة تحصل. أنا اتحقق معايا 73 في مبنى مباحث أمن الدولة بلازوغلي، وكان المحقق اللي بيحقق معايا من نيابة أمن الدولة صار علما قضائيا بعد ذلك النائب العام عبد المجيد محمود. فهو ده مستوى الأداء القديم مش الجديد. ممتد الكارثة في أداء النيابة والكارثة في أداء القضاء قديمة ومحتاجة مواجهة. أرجوكم اقروا الورقة، وأعتذر لأي قصور في الورقة، إن في موضوعين شايف إنهم جديرين ببحث مستقل: قضية بنات اسكندرية، حرائر اسكندرية، وقضية الأزهر. الاتنين بيشكلوا وصمة عار في تاريخ القضاء المصري حتى بعد تعديل حكم اسكندرية إلى سنة. إن يبقى في عندي قاضي يطلع حكم بهذه الطريقة، ده يبقى معناها أنا أذاء كارثة كبرى علينا أن نتوقف أمامها ونعيد حساباتنا مرة أخرى، كيف نضمن ألا يتكرر هذا الأمر. ومن ثم هو محتاج لمزيد من التأني. أنا هختم كلامي بأفكر البشر مش بس يقرأ الورقة، والنبي تأملهم المقتطفات اللي حاططها في الورقة في 2008 في مظاهرة ميدان الشون في المحلة، اتقبض على أكتر من 250 بني آدم متلبس في المظاهرة، والنيابة اللي كانت بتعمل عملها لهذه النيابة بالتحديد في هذا الوقت استبعدت ال 257 أو 58 شاب المقبوض عليهم من المظاهرة من الاتهام، وقالت المذكرة بتاعتها إن لا الضباط اللي قاموا بالقبض عارفين هم قبضوا على مين، ولا عارفين هم بيعملوا إيه، كانوا بيعملوا إيه لما اتقبض عليهم، ولا عارفين وقت القبض عليهم كان إمتى. ومش كده وبس، في ثلاث أسماء تكرر القبض عليها ثلاث مرات بمعرفة ثلاث ضباط في ثلاث أماكن مختلفة وثلاث توقيتات مختلفة. فالنيابة خلصت أن القبض كان عشوائيا، ومن ثم بتستبعدهم من الاتهام. إذا لم نستطع الثورة المصرية أن تولي عناية خاصة بكيف ننقذ المجتمع المصري من تدهور الخاص بالقضاء والنيابة، فأنا رأيي إن احنا هنبقى دخلنا في نفق مظلم لا نعلم كيف نخرج منه. أنا آسف للإطالة، وشكر لحضراتكم وشكر للجمهور.